أصدقائي، كما تشاهدون معنا في هذا الشاشة نزول أمطار غزيرة في مدينة طنجة، وأعتذر لكم إنني لا أعرف أتكلم باللغة العربية، إنني ضعيف، وأرجوكم أن تشتركوا في قناتنا للوصول إلى 100,000 مشترك، وأتمنى الإعجاب هذا الفيديو. اليوم الأربعاء، اليوم نزول أمطار الخير في مدينة طنجة. كما تشاهدون في الشاشة، نزول أمطار غزيرة في كل مكان، وهذا الأمطار إنها أمطار نزول من السماء وأمطار الخير. ومدينة طنجة إنها مدينة جميلة، مدينة رائعة، إن المدينة مفضلة في المغرب. شاهدوا معنا الإخوان، شاهدوا أمطار غزيرة نزول من السماء، وأتمنى الإعجاب والاشتراك في قناتنا على يوتيوب. وأعتذر لكم إنني لا أتكلم باللغة العربية، وبعض أصدقاء طلبوا مني أن أتكلم باللغة العربية، وأنني لا أعرف أتكلم باللغة العربية، وأتمنى أن أتعلم في مستقبلا إنني أتكلم باللغة العربية جيد، ولكن إنني ضعيف جدا، وأتمنى مستقبل يكون رائع جدا. انظروا، انظروا تساقط الأمطار الغزيرة، انظروا مكان مفضل، مكان رائع جدا. إن الأمطار التي نزلت من السماء الآن إنها خفيفة وضعيفة، شبه اللغة العربية البيزلاف، إنه بزاف لا يتكلم بالعربية. وبعض أصدقاء يقولوا لماذا، لماذا يا بزاف لا تتكلم باللغة العربية، لماذا أنت لا تعرف تتكلم باللغة العربية؟ أرجوك، أرجوك تكلم اللغة العربية، نريد اللغة العربية، لا نفهم ماذا تقول في بعد الفيديوهات، بعد الفيديوهات لا نعرف ماذا تقول. أنت تتكلم باللغة الأمازيغية، وبعد تكلم باللغة الدارجة المغربية، وأرجوك تكلم باللغة العربية. وأيضا أنا حاولت أن أتكلم باللغة العربية وأعلم معكم اللغة العربية خاص في قناتنا على يوتيوب. أرجوكم، أعتذر لكم إنني لا أعرف أتكلم باللغة العربية وإنني ضعيف جدا. شاهدوا نزول أمطار غزيرة اليوم الأربعاء في المغرب، إن مدينة أكادير نزول أمطار غزيرة، طنجة نزول أمطار غزيرة، شفشاون نزول أمطار غزيرة. كما تشاهدون بعد السكان من طنجة يغادرون إلى مكانهم ويبحثوا، إنهم أمطار غزيرة تسقط أمطار غزيرة، ولكن إن الحياة لا ترحم، الحياة لا ترحم، لا تعرف الشمس، لا تعرف البرد، لا تعرف أمطار غزيرة. أتمنى الإعجاب والاشتراك في القناة.
انظروا سقوط الأمطار غزيرة خفيفة اليوم الأربعاء في طنجة. طنجة مدينة رائعة، مدينة جميلة، وبزاف يستمتع ويبحث عن فتاة جميلة في هذه المدينة الرائعة. إن بزاف يحب الفتيات، يحب الفتيات ويريد فتاة من طنجة يتزوج بها. وأتمنى دعواتكم مع بيزلاف أن يبحث على فتاة التي يريد أن يتزوج بها في هذه المدينة الطنجة. انظروا سقوط الأمطار غزيرة الآن، انظروا. أعتذر لكم، إنني صحتي صعب، صحتي تملك شيئا ضعيف جدا، وأتمنى الله سبحانه وتعالى يدعو وبعد الشفاء إن شاء الله بحول. ولا تضحك علي، إنني لا أتكلم باللغة العربية، إنني ليس أعرف اللغة العربية، إنني كنت نائم. إن بعض الناس يقرأ في المدرسة. كنعتذر لكم أخوتي، اسمحوا لينا. هادشي اللي حصل الله، اش غادي نقول لكم؟ المستوى ديال بيزنس هو هذا، بيزنس راه ما قاريش، شنو اللي كاين؟ بيزنس راه ما قاريش والو، هو راه ما دخلش المدرسة نهائيا، من الجبل للمدينة. إذا نتمنى الإعجاب ديالكم بالاشتراك في القناة. إذا أجواء ممتعة، أجواء رائعة جدا اليوم، نزلت الأمطار بالخير خاصة في طنجة، واستمتعنا بها وتمتعنا وحاولنا باش نتكلموا شويه باللغه العربيه ونضحكوا واحد شويه. مع الاسف الشديد، القرايه مهمه بزاف. اذا بعض اللغات ما كيعرفهمش بزاف، اللغه الفرنسيه ضعيف بزاف، اللغه الانجلي ضعيف بزاف، اللغه العربيه ضعيف بزاف، انا بزاف ما كيعرفش يقرا مع الاسف الشديد. هادشي اللي كاين. اذا حاجه مهمه ننصحكم هو قراو، راه الى قريتي واخا ما خدمتي في المستقبل، راه عندك واحد الحاجه مهمه بزاف هي اللغه الفرنسيه ولا اللغه الانجلي. اذا اللي قاري ماشي بحال اللي ما قاريش، اذا كاين فرق كبير. اذا كما كتشوفوا معنا نزول امطار غزيره، اللهم بارك اليوم. اذا هاد الامطار غزيره خفيفه، واخا خفيفه كتعطي امطار رائعه جدا. اذا شكرا لكم على التفاعل ديالكم، ما تنساو تشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. تحياتي طنجة المغرب.